العلوي مصير وحدة تلفيف وتخزين التمر ضفة زيز اللي كانت واجدة فيها حاليا. عدد النساء هو كيتغير حيت على حسب الكمية ديال التمر الموجودة وعلى حسب لي كوموند اللي عندنا، حيت كيتراوح ما بين من 8 حتى 30 الى شي مرات كنوصلوا حتى 80 امرأة، فعلى حسب يعني خصوصا في الوقيتة ديال رمضان المبارك، يعني في الوقيتة ديال خروج ديال التمر في البيع ديالو، وبالتالي يعني العدد كيتراوح من 8 حتى 30 في طيلة الموسم، ولكن في الشهور الاخرين ديال قبل من رمضان شهرين كنوصلوا 80 امرأة. شنو هي المهام اللي كيديروها النساء هنايا في هذه الوحدة هذه؟ المهام ديالهم هما انه كيفرزوا لنا التمر على حسب لي كاتيجوري ديال كل نوع، وايضا كيديروا عمليه ديال التعليب ديال التمور في علب التلفيف، وايضا كيغسلوا التمر وكيديروا الجليكوزاج ويغسلوا الصناديق من بعد نهايه الموسم، يعني كل سنه. شنو استفدتي انت من خلال هذه التجربه ديالك هنايا في هذه الوحده، وشنو كنتي كدير قبل ما تنضم لهذه الوحده هذه؟ هذا استاذ كنشرف كراسي، كنت مع بالنسبه في المدينه في الدار البيضاء مراكش، منها كنخدم داكشي ديال هاد الكلاك، هادشي ديال القروار، عارفين الزبانه ديك اللي كتهز هذا، كنخدم في الدانبيره، نخدم في التراكس، والحمد لله جيت لهنايا وهذا، وبغوني هاد الناس هذا، وقال لك اودي اخلف خصك تجلس لنا هنا وهذا، راه عرفناك باللي راه الثقه الحمد لله هذاك الشيء، وزيت بالنسبه لي وخديت راحت نفسي. واش كان من السهل ادماج نساء من هاد المنطقه لهاد الوحده هذه في الاول؟ واش زعما اختاريتوا طرق باش تقنعوهم، ولا كانت المبادره من عندهم؟ في الحقيقه كانت اكراهات في الاول، لان معروفه المنطقه ب يعني بالاعراف ديالها، يعني المراه صعيب باش تخدم خصوصا في هذه المناطق ديال الواحات، ولكن من بعد يعني مناقشه معهم وهذا، يعني حاولنا اننا نحببوا له هذه الخدمه هذه، سورتو انها خدمه يعني اللي ماشي جديده عليه بزاف، لان الكل يعني عنده هنايا، اللي ما عنده كلها عنده شويه النخل وكلها كيخدم وماده اللي كيبغوها، ويعني والحمد لله يعني من بعد الصعوبات يعني ولينا لقينا اقبال كبير، ولينا كنسيليكسيونيو يعني العيالات على حسب السن وعلى حسب الخدمه ديالها. بزاف ديال الناس كيختاروا نورمالمون يمشيو من المناطق الجنوبيه لكازا، انت اختاريتي انك تجي من كازا تجي لارفود وتخدم في التمر، كيفاش خديتي هذا القرار هذا وعلاش؟ هذا القرار استاذه انا المهم ما قديش نهجر لوليداتي، وكنبقى انا وليداتي كنبقى جالس دابا في الدار البيضاء لا مراكش لا شي، مع بالنسبه للبني كنقول اولادي واش واكلين لا ما شربش، توفى لي الوالد الوالده ومش نخلي انا وليداتي، وقعدت حدا وليداتي نيت وجاب لي الله رزقي هنايا، وقلت اللهم لك الحمد ما عندي ما ندير بالمدينه، جاب لي الله رزقي وهاد الناس بغاوني حتى انا نقعد نخدم على راسي، والله اني المدينه دابا في هذه اللحظه هذه، وكنتمعشوا هنايا ونطلبوا من الله السلامه والله يجيب الخير.